خلينا ناخد تليفون مهم كمان. كابتن علي هاشم المدير الفني للفريق الاول لكره السله لسادات بنادي الاهلي، اهلا بيك يا كابتن علي. يا كابتن هاشم، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. طبعا ندى وهنا في الاستوديو رنيم بيبعتوا لك كل التحيه يعني. مسير عليهم احسن. تحب تقول لهم ايه يا كابتن علي على الهوا؟ بقول لهم طبعا الف مبروك بالتمام للنادي الاهلي، حاسس بالمسؤوليه كبيره طبعا، و ان شاء الله باذن الله يكون اضافه كويسه واضافه قويه للموسم ده ان شاء الله باذن الله. طب اقول لك يا كابتن، انت كنت السنه اللي فاتت بتعاني من تحت الحلقه شويه، يعني يمكن تحت الحلقه كان عندنا بعض الاصابات جات، ويعني وفنيا كان عندنا دروب السنه اللي فاتت فعلا زي الاصابات، وفي ناس كانت متوفقه، ف يعني من الموسم اللي فات واحنا بدانا نشوف الحلول هتبقى ايه، والحمد لله وصلنا لمعدلين كويسين جدا. الاثنين لاعبين منتخب مصر ومن احسن الجهودات اللي موجوده الموسم اللي فات واللي قبله، وان شاء الله بيكونوا اضافه مع باقي الفرق. طب بقول لك يا كابتن علي، يمكن انت عندك ازمه، وانا يعني يمكن اتقابلت معاك في النادي، عندك ازمه ان انت الفرقه كلها في المنتخبات. بالظبط. والموضوع ده فيه مشكله، انه طبعا انت يعني زي ما بيقولوا يعني هتمرن مين؟ يعني من بقى لبكره المفروض رايحين المنتخب هيبقى ثلاث لعيبه بالظبط. ثلاث لعيبه؟ طب ده كويس يا كابتن. ثلاث لعيبه ده كتير قوي، انا بهزر طبعا. يعني طب هتعمل ايه يا كابتن؟ عندنا مشكله طبعا، الناس في المنتخب هنبقى بنتابعهم كل يوم، هم بيتمرنوا الصبح وبعد الظهر، ف المفروض هم هيجوا لي جاهزين يا كابتن، بس المشكله في السيستم. المشكله هم هيخلصوا بطوله افريقيا على 27/9، انا هبدا ماتش السوبر يوم 12/10، وبدايه الدوري مرتبط 17/10، فما عنديش وقت، يعني ما عنديش وقت فعلا الفرقه تشتغل مع بعض وبتاع. طب يا كابتن، يعني برضو لا قدر الله، يعني طبعا نتمنى السلامه لكل لاعباتنا، بس برضو مش بس الفتنس بتهالي، ممكن لا قدر الله جالك حد عنده شد اجهاد، ده جزء من تدريباتك يا كابتن علي يعني ممكن اوريدي؟ طبعا طبعا وارد، طبعا وارد طبعا، هيبقوا جايين بطوله كبيره وبطوله قويه، فطبعا على الاقل 5 6 ايام اروح. لا ان شاء الله يا كابتن تقدر تتغلب على ده، وبتهيالي ممكن يعني يحصل ازاحه شويه للمواعيد، ولا خلاص المواعيد اتحطت من الاتحاد؟ اعتقد بنسبه كبيره جدا خلاص اتحطت، وهيبعتوا بكره ان شاء الله. هيبقى صعب طبعا انها تتعدل يعني. كل التوفيق ليك طبعا يا كابتن علي هاشم المدير الفني للفريق الاول لكره السله سيدات نادي الاهلي، كل التوفيق ليك يا كابتن، وبنشكرك شكرا جزيلا ليك. شكرا يا كابتن.